إلى مدريد الآن، يبدو أن هنالك مظاهرة داعمة للشعب الفلسطيني في مدريد. الموقف الإسباني موقف متقدم دائما نرصده مع الزميل معاذ حامد مراسلنا هناك. معاذ، نرصد معك الشارع الإسباني تحديدا من مدريد، تعليقا أيضا على القرارات الخاصة بمحكمة العدل الدولية، تفضل. نعم، في الحقيقة زاهر، هنا وسط العاصمة الإسبانية مدريد هنالك مظاهرة مركزية. سوف أخرج قليلا حتى يعني أدع المشاهدين يشاهدون هذه المسيرة الكبيرة والضخمة التي انطلقت قبل حوالي نصف ساعة، ومنذ نصف ساعة وهذه الجموع تمشي في هذا الشارع الرئيسي وسط العاصمة الإسبانية مدريد من محطة أتوتشا للقطارات المركزية وصولا إلى مركز العاصمة في بلازا دي إسبانيا أو ساحة إسبانيا الرئيسية. هذا الشارع الرئيسي والحيوي الذي يمر من أعرق المتاحف الإسبانية مثل متحف البرادو إضافة إلى متحف رينا صوفيا. في الحقيقة زاهر، دعني أقول هنا أن هذه المظاهرة التي تم الدعوة لها قبل تقريبا نحو أسبوع قبل صدور القرار من مجمل المدن الإسبانية، توجهت الجموع إلى إلى العاصمة الإسبانية تعبيرا عن رفضها للإبادة الجماعية ومطالبة أيضا للحكومة الإسبانية بقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي ودعما للقضية التي تقدمت بها جنوب إفريقيا. هنا نحن نشاهد إضافة إلى الأعلام الفلسطينية، نشاهد أعلام جنوب إفريقيا، نشاهد أيضا أعلام اليمن وهو ما بشكل كبير ولافت، إذ أن هذه المظاهرة زاهر تدعو الحكومة الإسبانية إلى عدم المشاركة بأي عملية عسكرية في البحر الأحمر ضد الحوثيين أو ضد أنصار الله. إذا نحن نتحدث عن هذه المظاهرة، دعني أقول حسب مشاهداتي العينية خلال الأسابيع القليلة الماضية، هي الأكبر على الإطلاق. التقديرات هنا تشير إلى أكثر من 100,000 من المتظاهرين خرجوا. طبعا نحن نتحدث عن أحزاب إسبانية قامت بالدعوة أيضا إلى هذه المسيرة، منها الحزب أو التكتل الشيوعي الإسباني اليساري إضافة إلى حزب بوديموس، إضافة إلى النقابات العمالية الإسبانية التي طبعا تتمتع بقوة كبيرة جدا في الشارع الإسباني. هنالك موقف متقدم في إسبانيا، الحكومة الإسبانية طالبت إسرائيل بالالتزام بقرارات محكمة الجنايات الدولية العدل الدولية عفوا، في الالتزام بالقانون الإنساني وتقديم التبريرات التي طلبتها المحكمة خلال شهر من حدوثها. إليك. شكرا جزيلا لك معاذ حامد، مراسل العربي في مدريد.